تابعوا معكم هذه الصور الآن. دفعة جديدة من الصواريخ تخرج باتجاه إسرائيل. تابع معكم الآن. هذه صور ومشاهد نبثها لكم مباشرة. والحديث يدور عن أن القسام تجدد قصفها لعسقلان ردا على تهجير المدنيين. الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، وفي المقابل الرشقات الصاروخية لا تزال تخرج من قطاع غزة. نذهب الآن إلى إبراهيم قنن من أمام مجمع ناصر الطبي إلى الجنوب من قطاع غزة. إليك إبراهيم. يعني الأوضاع على حالها في محافظات جنوب قطاع غزة. قبل آخر هذه الاستهدافات كانت في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، كان هناك استهداف لأحد منازل المواطنين. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين ونقل عدد من الإصابات، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. يعني أيضا سبق ذلك استهداف آخر لعائلة البيوك في مدينة رفح، وهناك عدد من الإصابات والشهداء. وأيضا آخر هذه الاستهدافات في خان يونس كانت لمنزل عائلة بربخ، لكن لم يكن هناك أي إصابات نتيجة هذا القصف. لكن اليوم كان واضحا حازم أن سياسة استهداف المنازل منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تتوقف. عذرني إبراهيم، عذرني إبراهيم، الآن نتابع رشقة صاروخية كبيرة على ما يبدو تخرج الآن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وهي رشقة باتجاه تحديدا مدينة عسقلان. إذن رشقة صاروخية كبيرة على عسقلان في هذه اللحظات. نتابع معكم رشقة صاروخية جديدة باتجاه مدينة عسقلان. أصوات انفجارات، القبة الحديدية على ما يبدو